السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل، الحوثي يوجه رسائل نارية جديدة للسعودية وإلى التفاصيل. شدد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي اليوم الخميس تحذيراً جديداً للسعودية بخصوص التصعيد ضد اليمن. وقال الحوثي في خطاب متلفز له اليوم: إن تحذيرنا للسعودي بداية العام الهجري الجديد هو تحذير جاد بكل ما تعنيه الكلمة، مبيناً أنه مهما كان تصعيد السعودي ومهما نتج من تداعيات فإن ذلك لن يؤثر أبداً على موقفنا الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني. أضاف: على السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له، وحديثه عن تعرضه لضغوط أمريكية غير مبرر ولا مقبول، متابعاً أنه رغم أنف كل عميل سنواصل عملياتنا للشعب الفلسطيني وسنسعى لما هو أكبر وأكثر وأقوى. وقال الحوثي مخاطباً النظام السعودي: اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، وقل لها أن تواجهنا بكل إمكاناتها الضخمة، فلديها أكثر بكثير مما تمتلكه أنت، فلن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقفه وستخسر. وتابع: عندما تورط نفسك فستخسر بأكثر من خسارة الأمريكي، فما لديك مما هو قريب منا الكثير الكثير مما يمكن أن يستهدف وأن يلحق بك أبلغ الضرر. كما جدد قائد أنصار الله أن استهداف البنوك والمدارات والميناء كلها خطوط حمراء لا يمكن القبول بها. ووجه الحوثي حديثه للشعب اليمني قائلا: أسمعوا السعودي وأسمعوا كل العالم يوم الغد صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان في ميدان السبعين وكل المحافظات، مبيناً أنه نحن حذرنا السعودي بلسانكم لكي لا يتخيل أن الموقف مجرد إعلام، وليعرف أننا نطقنا بصوتكم وأننا توجهنا بتوجهكم. إذن نحن تابعنا الخطاب الذي ألقي اليوم الخميس، وقد كان خطاباً نارياً بالفعل، وعلى السعودي أن يراجع نفسه وأن يتعظ من الدرس الذي لكناه لسيده الأمريكي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.